مرحبا الساعر. يقول الشاعر سعيد معتيج الهاملي: عيني وسط السوادي مغوفة مغوفة وتهمل. وفي المثل المحلي يقولون: أحد يوقف عينه بيده، يعني ما حد يتسبب بالأذى لنفسه. لكن شو هو الوقف؟ وقف العين هو إصابتها بطرف شيء، وغالبا طرف شيء حاد، والعين الموقوفة والمغوفة هي اللي وقفها أو ضربها شيء، فيشعر المصاب بها بالويع وتحمر وتدمع، وبالتالي فيها علة. وفي اللغة نجد أن الكلمة أصلها فصيح، في لسان العرب الوقف هو ضعف البصر، مزاح دلالة المعنى لتدل على وجود علة بالعين.